بسم الله، النهارده إن شاء الله هنتكلم على تحديد الهدف. كل العظماء بيبقى ليهم هدف وصغير، في واحد بيبقى هدفه يبقى عالم، في واحد هدفه يفتح قسطنطينية، في واحد هدفه إن هو يترجم كتب كتيرة جدا، كل واحد بيبقى ليه هدف معين. مفيش حد بيصحى من النوم الصبح بيلاقي نفسه أنجز عمل كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده أول حديث في صحيح البخاري. وربنا عاب على المنافقين ان هم ما حددوش هدف الجهاد، وما كانوش عايزين الجهاد، وقال ان هم لو عايزوا الجهاد ولو ارادوا الجهاد وخلوا هدفهم جهاد لربنا بعثهم على هذا الهدف، والهدف ده حفزهم ان هم يستعدوا، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سورة التوبة. والأنبياء كلهم ليهم هدف محدد، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سورة هود. وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه إن رجل من العرب جه للرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ماشي، وقال لحد من الصحابة خلي بالك منه. فالمهم في غزوة من الغزوات في جه بعض الغنائم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وزعهم وقال ده نصيب فلان. فلما راحوا يدوله النصيب ده قال لهم ما هذا؟ قال لهم قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فخدوا وراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا؟ قال قسمته لك، ده نصيبك. قال مع هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على ان ارمى الى ما ها هنا، انا بعتك ان انا اموت ويجي لي سهم هنا، واشار الى حلقه بسهم فاموت فادخل الجنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان تصدق الله يصدقك، ان تصدق الله يصدقك. فبعد شوية نهضوا لقتال العدو، فجابوا جثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصيب بسهم هنا فعلا في نفس المكان اللي شاور فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله صدقه. وراح الرسول صلى الله عليه وسلم كفنه في الجب بتاعته، وثم قدمه فصلى عليه، فكان في مزارة من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وعن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وفي قصه جميله جدا لاربعه من الصحابه، ان في الحجر، حجر سيدنا اسماعيل عند الكعبه، اجتمع اربعه من الصحابه، عروه بن الزبير وعبد الله بن الزبير وابن عمر ومصعب. فقالوا ايه، تعالوا كل واحد فينا يتمنى ويدعو والباقي يأمن على دعائه. فعبد الله بن الزبير قال لك أنا أتمنى الخلافة، عايز أبقى الخليفة أمير المؤمنين. فعروة بن الزبير قال له أنا أتمنى أن يؤخذ عن العلم، أبقى عالم كبير. فمصعب قال أنا أتمنى إمارة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، يبقى في نسب كده إن هو يتزوج بالسيدة عائشة بنت طلحة والسيدة سكينة بنت الحسين. فعبد الله بن عمر قال أما أنا فأتمنى المغفرة. فسبحان الله تمر الأيام وعبد الله بن الزبير يبقى خليفة المؤمنين، وعروة بن الزبير يبقى عالم العلماء حتى بني أمية تأخذ منه العلم، ومصعب يبقى أمير العراق ويتزوج عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. ونسأل الله أن يكون عبد الله بن عمر غفر له، اللهم اغفر لنا ولكم. وعمر بن عبد العزيز كان بيتكلم على الهدف، فبيقول إن لي نفسا طواقة، لقد رأيتني وأنا بالمدينة غلاما من الغلمان، ثم طاقت نفسي إلى العلم. عنده هدف إن هو يبقى من العلماء، إلى العربية والشعر، فأصبت منها حاجتي وما كنت أريد، ثم طاقت نفسي إلى السلطان، فاستعملت على المدينة، ثم طاقت إلى الخلافة، فأصبحت خليفة، ثم الآن تطوق نفسي للجنة. اللي كان بيصبره إن هو يبقى عادل وإن هو ما ياخدش حاجة لابنه، إن هو ليه هدف، محدد هدفه الجنة. كان محمد الفاتح بيقول عما قريب يكون لي في قسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر، هو هدفه لازم أفتح القسطنطينية، مفيش هدف تاني. ويقول أيضا محمد الفاتح إن لي قلبا كالصخر لا يدع حتى أحقق ما أريد، ولي عين دامعة من خشية الله فكيف لا أحقق ما أريد. وكان الشيخ أحمد ياسين بيقول أملي أن يرضى الله عني، الأمل بتاعه والهدف بتاعه إن ربنا يرضى عنه. ومحمد علي كلاي بيقول What keeps me going is goals، ما يجعلني أستمر هو أهدافي. كان عثمان بن عثمان في المذكرات بتاعته بيقول أنا كل ما بروح مع خالي لموقع العمل في الشركات الأجنبية
اتمنى ان ابقى ممول زي عمي، بس يبقى عندي الامكانيات بتاع الشركات الاجنبيه العملاقه. فكان محدد الهدف ليه، فدخل كليه هندسه وبدا يفتح شركه مقاولات، وفضل يمشي الخطوات اللي كان بيحلم فيها وهو صغير لحد ما قدر يوصل للي هو عايزه، لانه كان محدد هدف. والدكتور احمد زويل بيقول: وان المرء لا يعجب في الوقت الحاضر من مدى او درجه الجنون التي كنت عليها وقتئذ وفي تلك المرحله المبكره من العمر، او انني لم اشغل فكري او بالي بالثروه والمال واقتناء سياره فاخره وما الى ذلك من متع الحياه من متاع الحياه المعوده، ولكن الذي شغل فكري واستولى على خيالي هو ان احصل على العلم وان اتبوأ مركزا في دنياي، والمرء دائما حيث يضع نفسه. والاخشيدي اللي هو كافور الاخشيدي ليه قصه كده مع المتنبي، الحكم مصر ايام المماليك، دخل عبد هو في واحد صاحبه مقاد بالحديد، فهما الاثنين معديين على واحد بيشوي كباب، فصاحبه بيقول: انا نفسي ان الراجل ده يشتريني وابقى قاعد عنده كده شم الريحه واكل الكباب وبتاع. فقال الاخشيدي: اتمنى ان احكم مصر باكملها. ودارت الايام، وصاحب محل الكباب ده اشترى العبد دوت، والاخشيدي بقى هو حاكم مصر كلها. تمام. وفي تاريخ الاندلس في واحد اسمه الحميري كان هو قاعد مع اصحابه كده، فراح هو مسابقه مين اللي هيبقى خطاط لقصر الملك، فبيقول لهم: انا هبقى الملك، هبقى انا الخليفه على بلاد الاندلس. فواحد قال له: واتمنوا لما نوصل للمرحله دي عايزيننا بايه؟ فواحد قال له: انا عايزك بقى ايه، تركبني بالشقلوب على حمار وتلف بيها في المدن كلها وتخلي الاطفال تقعد تتفرج عليا. يعني بيقول له: انت لو وصلت لكده اعمل فيها اللي انت عايزه. فسبحان الله الحميري هو اللي مسك خليفه الاندلس، وندى صاحبه قال له: تعالى انت مش فاكر القصه، طب تعالى بقى انا مركبك على حمار بالشقلوب فعلا وخلي الاطفال تجري وراك. والحافظ ابو الحسن طاهر بن مفوز المعفري الاندلسي بيقول: عمده الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البريه: اتق الشبهات وازهد ودع ما لا يعنيك واعمل لنا بنيه. وكان في واحد اسمه الشيخ خالد الازهري كان شغال في جامع الازهر، كانت المهنه بتاعته وشغلانته ان هو يولع اللوند، كان ساعتها بتقيد بالشمع، فهو كان دي مهمته. ففي يوم من الايام هو ماشي في الجامع الازهر ومعاه الزيت اتكعبل في واحد، فالراجل بيقول له: ايه يا عم انت شيخ الازهر انت؟ فراح قال له: ماشي ان شاء الله. وقال في نفسه: والله لاكونن شيخ الازهر. بعد كام سنه اصبح هو شيخ الازهر. وفي واحد اسمه محمد ابن اسماعيل الخياط كان راجل من العوام، بس هو كان بيحب العلم وكده، وكان بيحضر المجالس بتاعتهم وما كانش بيفوت اي درس، واشترى شويه كتب وبيدور على الطلبه الصغيرين في السن كده يقعدوا يشرحوا له. هو خياط اصلا، حتى الاسم خياط، فبدا الناس يبداوا يجوا له ويسالوا له وبتاع، وبدا هو يشتهر، فبدا يجاوبهم باسئله كبيره كبار العلماء ما يعرفوهاش، فالناس بدأوا تجي له سي مفتي الشام اللي هو آل العمادي. فمرة كان ماشي هو بالحمار بتاعه على البيت دار العماديين، فبيقول لهم: السلام عليكم. فرد السلام. فمرة المربي يسلم على أخو المفتي، فبيستهزأ بيه بيقول له: أنت فين يا شيخ؟ أنت رايح لإسطنبول عشان تبقى مفتي؟ مفتي البلد يعني بدل أخويا. والناس قعدت يضحكوا عليه ويتريقوا عليه، فالشيخ قال لهم: إيه؟ إن شاء الله. وراح مكمل طريقه ودخل بيته وراح مسلم على اهله: السلام عليكم، وخد خد الفلوس اهي اللي انتوا تكفيكم، وسافر وراح للقسطنطينيه. وقصه طويله اصبح هو مفتي الشام، والخليفه اداله 1000 دينار، فرجع لدمشق وعدى عليهم، فبيقول له: انت فين يا شيخ؟ ما كناش بقالنا في كتير ما شفناكش. قال له: انا رحت لك اسطنبول زي ما انت قلت لي وجبت توليه الافتاء. واصبح هو مفتي الشام. فلازم تبقى محدد هدف وعارف قدراتك، وبمجرد ان انت تحط الهدف اي حاجه تعملها هتقربك من هدفك او تبعدك عنه. الطالب اللي هو مش حاطط في ذهنه كليه معينه، اول ما هيفتح التلفزيون يلاقي فيلم، يلاقي مسلسل، واحد صاحبه يعدي عليه، هينشغل بالموضوع وينسى المذاكره وينسى كل حاجه وينطلق مع نفس الحياه. انما اللي هدف، لا انا عندي هدف معين فلازم اعمله. الشخص اللي بهدف كسفينه بلا دفه توجهها الرياح والامواج اينما شاءت لحد ما تتكسر على الصخور، او كان في مباراه ومفيش جون، فانت هتلعبه ازاي ما دام مفيش جون؟ والمتسلق جبل او اي مبنى عالي لازم يركز على هدفه، ما يبصش وراه، ما يبصش تحت،
لأن المخاطر ممكن تشتت الذهن. أول حاجة حدد هدفك، اكتبه، خلي هدف، في أهداف سنوي، هدف سنوي وهدف شهرية وهدف مدى الحياة وأهداف يومية. وكان الصالحين بيكتبوا أهدافهم. أبو إسحاق رحمه الله توفي، مش الشيخ إسحاق اللي هو المصري، لأ ده أيام زمان. قال الوبيدي، توفي أبو إسحاق رحمه الله ووجدت بعد موته رقعة تحت حصيرة مكتوب بخطه: رجل موقف وله هاتف، فقال له: أحسن أحسن عملك فقد دنا أجلك. كان هو كل ما يكسر في العمل ويحس بأنه مقصر يخرج الورقة ديت يلاقي مكتوب فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك. فالكلمة دي كانت تحفزه. يعني ممكن الواحد يكتب كده. يعني كان دكتور أحمد زويل والدته كاتبة كده على باب الغرفة: دكتور أحمد زويل. تمام. فلازم يبقى لك هدف وتكتبه وتقرره. محمد علي كلاي بيقول: It is the repetition of affirmation that leads to belief, and once that belief become a deep conviction, things begin to happen. التكرار يؤدي للاعتقاد، من ثم يتحول إلى قناعة التي بدورها تبدأ في التحقيق. صفات الهدف: لازم يكون مش هدف خيالي. يعني مثلا إيه، ما ينفعش واحد يقول إيه انا هبقى مثلا هألف مليون كتاب، يعني هدف غير واقعي. لا، انت بتختار هدف واقعي يكون سهل الى حد ما التحقيق. يعني شوف قدراتك قد ايه وزود عليها مثلا 5%، 10%، 15%. قدراتي كذا، انا هزود عليها. انا مثلا متخيل ان انا الشهر ده ممكن اقرا 10 كتب، لا انا هخليهم 12 كتاب. ده هدفي الشهر ده، هدف واقعي وملائم لقدراتي ومش سهل جدا، شكل تحدي ولا مبالغ فيه فتيأس. فانت مثلا لما تحط هدف مثلا: انا النهارده هسمع 15 شريط. طب ده كل شريط مثلا مدته ساعتين او ساعة ونص، هتلحق امتى يعني؟ مش منطقية. تمام. وهدف ممكن قياس، ما تقولش انا هبقى عالم، لا هبقى كذا في مجال كذا. هدف محدد ممكن تسأل قياسه الوقت، تحديد الهدف ده انا هقعد في الهدف ده مثلا 5 سنين، 10 سنين. وحاول تكتب الاهداف دي بصيغه الماضي، يعني تقول ايه: انا عملت كذا، لقد حرزت المركز الاول، مش بصيغه المستقبل، مش انا هعمل، لا انا عملت. تحس كده ايه، خلاص. والهدف اكيد طبعا ما فيهوش منكرات شرعيه، ما حدش يعمل هدف مثلا ان هو شرب 100 غزه خمره، يعني حرام يعني. تمام. على سبيل المثال مثلا ماليزيا حطت نفسها خطة معينة وحاجة واضحة، وشافت التحديات وجابوا دكاترة درسوا الموضوع دوت لحد ما قدروا يحققوا هدفهم ويبقوا دولة اقتصادية رائعة، لأنهم كان عندهم تحديد الهدف. فهو تحديد هدف، انطلق. كان مالكوم اكس بيقول لك: في كل مرة بتشوف شخص ناجح في حاجة، اعرف ان هو بيعمل حاجة انت ما بتعملهاش. غالبا الحاجات اللي هو الناجحة بيبقى عنده تحديد هدف، عنده إرادة، راجل عارف هو عايز ايه بالظبط. ركز على هدفك وانطلق، ولا تلتفت وتذكر محدث يوم خالد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي عليه النبي طالب، اللي هو في الحديث المشهور: لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عليه النبي طالب: اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك، ولا تلتفت. فمشي وبعد كده راح وقف ومن غير ما يلتفت، يعني حتى الالتفات الحسي ان هو يلتفت كده لا. فقال له: قال على ما قاتل الناس، قال: قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم ومالهم الا بحقها وحسابهم على الله. فتأمل، هو خلاص عرف هدفه، خلاص انطلق ما التفتش. أخي فامضي لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت هنا أو هناك، ولا تطلع لغير السماء. كان في مجلس الإمام مالك بن أنس جماعة بياخذوا منه العلم، فقال قائل: قد حضر الفيل، الفيل جه. بس طبعا ما شافوش الفيل قبل كده، فالناس كلهم خرجوا ما عدا واحد اسمه يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، فما اتحركش مكانه. فالإمام مالك بيقول له: لماذا لم تخرج وشوف الفيل ده؟ حاجة عجيبة، ده مش موجود في الأندلس خالص. قال: إنما جئت من بلادي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك،
ولم اجي لانظر الفيل. انا جاي عشان اقعد معاك، انا مش جاي عشان اتفرج على الفيل. عنده هدف، عنده هدف ان هو يتعلم، ما يضيعش وقت. فاعجب به الامام مالك وسماه عاقل اهل الاندلس. ولما رجع للاندلس انتهت الرئاسه اليه، بقى هو اشهر واحد في الاندلس. نسال الله ان يرزقنا تحديد الهدف وعلو الهمه، وان احنا نترك اثر في الناس باذن الله.